اهلا بكم مع فيديو جديد من قناة هنصنع المعلومة. احنا دلوقتي بنعمل تحدي للوجوه الخاصة ببعض المشاهير، ونشوف هل هيتعرف عليهم البرنامج الخاص بالإيموشن ولا لا، الخاص بالكاميرا. يعني هل هيتغير شكلهم بمجرد ان هو يتحدد الوجه ولا لا. هو انا دلوقتي مشغل البرنامج ومفعل خاصية الايموشن، المفروض ان الوجه يتغير. الفنان الاولاني اهوت، لحد دلوقتي مفيش تجاوب خالص للوجه، الكاميرا مش متعرفة عليه على انه وجه انسان طبيعي. هنغير للوجه التاني، برضك الوجه التاني مفيش تعرف عليه. نجرب بقى ممثلين مصريين كده، هو لسه ده، عايزين نجيب ممثل مصري ونشوف كده. حتى عادل إمام، نجيب عادل إمام اهوت. هنجرب الاموشن بتاعه هيشتغل ولا لا. احنا بنحرك السرعة على اساس ان هو نخدع البرنامج ونشوف هيتحرك معاه ولا لا. مفيش برضك تجاوب، بنحاول نجيبها من كذا زاوية وبرضك مفيش. هنشوف كده مثلا السيد زيان، هنبحث عن السيد زيان في جوجل. ونشوف هل هيتأثر معاه ولا لا. الصورة دي مش واضحة شوية، فاحنا هندور على صورة تانية تكون أوضح. أيوة، ونشوف هل هيتأثر معاها، هيغير الإيموشن ولا لأ. ما فيش بردك، يعني الكاميرا لحد دلوقتي قادرة تحدد ما بين الصورة والفيديو. طب هنجيب فيديو للسيد زيان مثلا وهو بيتكلم ونشوف هيتحرك ولا لا. هنجيب اي جزء من اي نشوف هيبدأ يتحرك او يتعرف عليه في الفيديو ولا لا. دي دعاية عجرية بس. ده فيديو اهوت، ونشوف هيتعرف على الناس دي ولا لا. ونشوف الاميشن هيتغير على مين فيهم. على النص عملت
هي قضية الخروج عن مصر الحقيقة قضية يعني تعبنا منها قوي، لدرجة إن إحنا دلوقتي يعني جميع الكوميديانات استقرت نهائيا على إخر نص تقريبا مش بنحاول نغير مجبرين، الزاوية، بالرغم إن أنا في الفيديو، قضية الشخصية وقفت شغال الإنتاج برضك، برضه ما أخرجش عن النص ما عشان أنا حددش أخدش الوجه حياة لحد الفريق دلوقتي. بتاعتي، ما أخرجش عن النص عشان أضيع موضوع الرواية، إنما أنا لما بخرج عن النص وفي حدود الشخصية والموضوع يبقى أنا بجود مش بخرج، يعني تخرج بخرج عن عن النص لخدمة الموضوع. زي ما انتوا شايفين كده المشهد كله. أصول كتير، أنا خرجت كتير وزينا كتير، أشهر خروج على النص كتير لحد وتجوزت دلوقتي بس عشان البرنامج مش عشان الكاميرا قدر يحدد ما بين كل واحد الوجه فيكم عشان الطبيعي يقدر يعمل مسرحية والوجه اللي موجود في صورة سامع ثابتة الشغل والوجه اللي موجود في سامع فيديو. الشغل اللذيذ. دي كانت أول مسرحية تقعد في المسرح المصري 4 سنين، وكان كل مسرحية تقعد احنا 3 شهور بنحاول يعني نخدعه كده ينكسر. ونشوف هيتأثر ولا لا. دي كانت سنة 69 70 ابتديناها 69، دي أنا أول مرة أجي فرقة ريحاني، فكان الأستاذ سيد طب بدير نشوف أول مرة حد يخش تاني فقلت بيتكلم له ريحاني فيديو، عاوزين بشكل جديد مثلا في عادل مصر. إمام، جزء من عادل إمام، ونشوف هل هيتعرف على وجهه ولا لا. نجيب مثلا اللي هو الفرح ده اللي هو بتاع رامي عادل إمام، ونشوف ال ايموشن هيتعرف على وش مين من الناس اللي موجودين في الفرح. بتجيب جنة عشان نتفرج عليها. ده ناس كتير موجودين في الفرح اهوت ابن عادل إمام. ونشوف أول واحد الإيموشن هيتغير على وشه. وفي لحظة أنا بحبها كمان، وهي كان والدي جه، هفتكر اللحظة الحلوة جدا يعني، ده ابن وجه عادل لغاية إمام واخد اهوت. مني الميكروفون ومغني قال لي ماما حاجة أنا وزيدني حاجة وزيدني، ابن عادل إمام فاكرها هيبدأ. اللحظة دي حلوة جدا جدا، ولغاية دلوقتي احنا بقعد دلوقتي افتكر اللحظة دي فبنقعد نتكلم مشغلين معاها. الفيديو اهوت، عادل إمام بيتكلم اهو. شوف شوف برضك الفيديو مش احنا بنبحث عن الاموشن على وجوه الناس هنا في الفيديو برضك، ما تعرفش على اي حد منهم. احمد زكي، يسرى، خطيب، هنيدي، علاء ولي الدين، ده نور الشريف اهوت، مفيش أي وجه بيتعرف عليه، يعني هو قدر يتعرف على الوجه هنا كويس، يبقى قدرنا نوصل للموضوع ده إن قدرنا نوصل للموضوع ده إن قدرت الكاميرا تتعرف على الوجه الطبيعي من الوجه الغير حيش. جنة. شكرا لكم.